تحية لكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج درجات المعرفة اليوم نستكمل ما كنا بدأناه في حلقة سابقة مع فضيلة الدكتور حول العلم الفارق ما بين العلم والمعلومات تحدث فضيلته عن هذا الفارق يعني كذلك معايير العلم اليوم نتحدث على العلم واهتمام المسلمين بالعلم وتحصيل العلوم عبر القرون والازمنه المختلفه. ارحب بفضيله الامام العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي الجمهور. اهلا فضلك أهل اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك مولانا بناء على ما سبق كيف ثمن وكيف اعطى المسلمون للعلم قدره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه أشرنا في حلقة سابقة إلى أن هناك فارق في مدلول الألفاظ ما بين الجانب اللغوي والجانب الفني والاصطلاحي وفي الحقيقة هذا أسماه المسلمون بعلم الوضع وعلم الوضع معناه عندهم جعل اللفظ بإزاء المعنى وهذه الاوضاع لانها ليست وضعا واحدا فهناك وضع في اللغه لغه العرب التي كان يتكلم بها سيدنا النبي التي كان يتكلم بها الصحابه الكرام فمن بعدهم الى يوم الناس هذا تسمى باللغه العربيه وفيها الفاظ بازاء معاني من الواضع؟ عندنا أربع أقوال في أصول الفقه من الذي وضع هذه اللغة القول الأول أنه الله وهو الراجح لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها القول الثاني أن البشر هم اللي وضعوا أن أسد هو الحيوان المفترس ده سماء هي اللي فوقينا دي أرض هي اللي تحتينا دي مين اللي حط ده وبإزاء ده الأولين بيقول الله الله هو الذي علم ادم القصعه والقصيعة الطبق والطبيق الصغير والتاني قال لا ده البشر والثالث قال الاصول من عند ربنا يعني ربنا ايه حط الاصول القواعد القواعد بقى ان هو لما تقول طبق ولما تحب تصغر تقول طبيق فانا جيت حصان فرحت مستعمل المخ بقى بالمعلومات السابقه بقى حصين حصان بقى حصين لاني بصغره يعني هو اللي حط القواعد وعلمها لادم وادم راح ايه بقى يعني يبقى ما حطش اللغه كلها ده حط الاصول بتاعتها والتفريعات بتاعتها حط ضربه اما يضرب وضراب وضرب وضارب ومضروب ومضرب كل الحاجات دي احنا اللي عملناها بقى بالقواعد. المذهب الرابع ان احنا مالنا ومال الحكايه دي؟ ما نعرفش فيسموه مذهب التوقف. يعني ما نعرفش مش مش ضروري نعرف يعني الحكايه دي. فيبقى من واضع اللغه؟ اربعه اقوال. انا اتخير ان هو الله. ليه؟ كان مشايخنا يقولوا لنا يقولوا امال مين اللي حط الله هو البشر هو البشر عرف ان في اله الله هو اللي حاطط هذا وعلمه للبشر البشر ما يخطرش في باله ان في اله الا بتعليم الله له وده مذهب الأشعري واخد بالك ازاي حته لفته كده منين جبتوا الله دي يا بشر يبقى ربنا هو اللي اللي, 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 اللي لكم عليها هو اللي اوحى الى ادم بها فادم علمها لاولاده يبقى اذا واضع اللغه هو الله عندنا يعني لكن فيها اربع اقوال طيب ده مجال اهو مجال اللغه في مجال الشرع زكاه يعني طهاره في اللغه طب وزكاه في الشريعه لا ده يعني 2.5% ونص في من المبلغ المدخر لمده حوالي عام. ده معنى تاني. طب وسموه زكاه ليه؟ عشان انت بتطهر اموالك بان تخرج جزءا منها لله على سبيل السنه ولا على سبيل الفرض؟ لا فرض ده ركن من اركان الاسلام. اه ده معنى تاني بقى خالص غير الطهاره اللي موجوده في اللغه. يعني ايه وضوء؟ شيء وضيء كده يعني بيطلع منه ضوء كده كان نور يعني. طب وعندنا لا تغسل وشك وبعدين ايديك وبعدين تمسح راسك وبعدين تغسل رجليك ايه ده ده شرع يبقى اذا الكلمه ليها حته في مجال اللغه وليها حته تانية في مجال ايه الشرع. الشرع يبقى ده المعنى الشرعي لما تألفت الفنون في الحديث وبعدين مسلسل يعني ايه مسلسل يعني حديث جاي على وصف معين كده فتسلسل في السلسال بتاعه والسلسلة بتاعته والمسلسل يعني ايه في اللغة يعني حاجة ورا حاجة لكن في الحديث مسلسل قل ما على وصف آتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسامة يبقى ده مسلسل بالتبسم وده مسلسل بالقيام وده مسلسل وهكذا كلام تاني ملوش دعوه باللغه يبقى اذا احنا بقى عندنا ثلاث ملفات اللغه والشرع والعلوم المختلفه وبعدين اضفنا ليها ملف رابع اسمه العرف دبوس دبوس ده, ده يعني ايه دبوس ده, ده قالت حرب تلاقي كتلة كده اهو وفيها زي مسامير كده وحاجات خارجة حاجات خارجة حاجات أهو وليها ايد م. وبعدين يمسك ويخابط اللي قدامه بيها والعياذ بالله يكسر دماغه م. قالت حرب مهلكة قاتلة يعني طيب والدبوس في العرف ايه؟ دبوس الابرة ده يقول لك معاك دبوس البنت وهي محجبة تقول لك ما معكش دبوس علشان اشبك ال بتاع بتاع الشرب بتاعي وتحول من آلة قتل لشكة الدبوس لشكة الدبوس في <applause> العكس الست في المطبخ بقى دبوس يعني ايه؟ يعني ورك الفرخ ايوه صح يقول لك انا عايز الدبوس بتاع ورك الفرخ ايه ده؟ ده لغة وده عرف يبقى اذا عندنا اللغه عندنا الشرع عندنا الاصطلاح العلوم بتاعه العلوم والفنون المختلفه عندنا العرف واخد بالك العرف ده قد يكون عرف عام زي دبوس دي عرف عام وانت في المكتب تقول دبوس هو الدبوس هو الى اخره لكن وفي عرف خاص بقى بالمطبخ عند الستات اللي هو بتاع الفرخه ده ده عرف خاص يبقى بقينا خمس حتت يالف مين فيها دي بقى الامام العضد عضد الدين الايجي ويعمل علم بحاله اسمه علم الوضع ويقول خلي بالك في فرق بين اللغه والشرع والاصطلاح والعرف العام والعرف الخاص الوضع ده واخد بالك ده شيء رائع يا مولانا ما طبعا امال هم الناس أمال هم فضلوا مسلمين ليه؟ ما لأنه في تأسيس صح معمول عليهم وبالشكل ده تصبح الكلمة لها معاني مختلفة في الملفات المختلفة فنرجع مرجعنا بقى عشان نجاوب على السؤال الأصلي بتاعك علم يعني إيه؟ علم لما تقول لي علم يعني إيه؟ أقول لك فين؟ انت قصدك في اللغه ولا قصدك في الشرع ولا أصدق اه أصدق في ولا قصدك في, الاصطلاح ولا قصدك في العرف العام ولا في العرف ولا قصدك في, في العرف الخاص تمام تمام ها م. طيب نمسكهم واحده واحده <applause> انا ما كنتش قصدي واحده فيهم انا قصدي العلم انت اه واخد بالك ما اعرفش واحده فيهم فاذا نمسكهم بقى واحده واحده اتفضل ما هو العلم بقى لما نروح للغه علم يعني عارفة يعني العلم هو المعرفه واحد عرف حاجه كويس اللي هو بعد كده سموه ايه التصور اللي هو التصور ده يبقى معناته ايه الادراك يعني ايه الادراك يعني حدوث صوره الشيء في الذهن يعني ايه برضه فراحوا متكلمين على الوجودات الاربعه عشان يفهموا بعمق ايه الوجودات الاربعه دي الوجود في الاذهان ووجود على اللسان ووجود في البنان اللي هو الصباع يعني ده ووجود في الاعيان وجود خارجي مش فاهم شجره الشجره موجوده اهي مزروعه اهي وبتطرح مانجا شجره مانجا يبقى ده وجود في الاعيان غمض عيني كده وأتخيلها يبقى وجود في الاذهان سميتها شجره يبقى وجود على اللسان كتبت شجره شين جيم را كده, كده يبقى وجود في البنان يبقى في وجودات كام وجود اربع وجودات اللي حصل في الذهن ده اللي هو لما غمضت عيني وصورتها بقت في مخي هم يسموه علم خلاص يبقى العلم هو حدوث صورة الشيء في الذهن ده فين ده ده في اللغه تمام اكمل لك الكلام من الخريطه أه ممكن اخد كمان واحده أه ممكن تاخد كمان واحده اقول لك ده كده طب والعلم في لغه القران الكريم ده زي هو الشرع الشريف هو الموصل الى الله العلم في لغه القران كريم اه هو الموصل, هو الموصل إلى, الله. الى الله انما يخشى الله من عباده العلماء واخد بالك؟ وفوق كل ذي علم عليم. حضرتك قلت قبل كده مش ع... مش مش عالم يعني العلماء هنا مرجعها الى ما هو علماء علم وليس عالم علماء جمع آه. عليم عليم وليس عالم فقهاء جمع فقيه خبراء جمع خبير اي, 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 اي حاجه كده فعلاء دي جمع فعيد ما هيش جمع فاعل المزبوط. عالم يبقى عالمون فاقه يبقى فاقهون خبير يبقى خابرون تمام يعني هنا العلم في لغه القران الكريم هي معرفه الله من يوصل ما من يوصل ما الى يوصل الله. الله طب واللي ما يوصلش لله جهل <applause> ايه يعني جهل مركب قال حمار الحكيم توما كان في واحد حكيم بطرطور كده سموه توما فالحمار بتاعه نطق قال, قال حمار الحكيم توما لو انصفت ظهره كنت اركب يعني كان خلى الحكيم توما حمار وكان هو ركبه فانا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب لانه عارف كلام فاضي عن الواقع مخالف للواقع واللي فيه فده الجهل البسيط والجهل المركب تمام اللي انا كنت اقول لك العبط البسيط والعبط العبط المشلت اه هو ده العبط المشلت <تصفيق> <تصفيق> طيب يا استاذ حضرتك بعد الفاصل نتعرف على نماذج اخرى وربما مفهوم اخر للعلم بعد الفاصل ان شاء الله خليكم معانا اهلا بحضرتكم مره اخرى مشاهدينا الكرام واجدد الترحيب بفضيله الاستاذ الدكتور علي الجمعة اهلا بفضلك مره اخرى اهلا, أهلاً وسهلا بحضرتك أه العلم اصبح العلم اكثر من تعريف العلم في اللغه مم. هو حدوث صوره الشيء في الذهن حاجه بسيطه خالص ان تتغمض عينك وتتخيل شيئا ما الالم الشجره البقره الحجره المدره القمره اي حاجه تخالف حصول صوره الشيء في الذهن ده اللي بعد كده سموه في المنطق التصور هو ده العلم العلم في لغه الشرع هو الوصول الى الله يعني الحاجه اللي بتوصلك لربنا اهو هو ده العلم في لغه الشرع اللي هو احنا قلناه انه الواحد يتعلم لغايه العلم من عميق وبعدين يديها للقلب فالقلب ينور كده هو يستنير يبقى هو ده العلم المستنير هو ده العلم في لغه الشرع العلم بقى لما جم يرسموا له خريطه في الاصطلاح بقى احنا قلنا ال ال الحاجه الثالثه ايه الاصطلاح الاصطلاح اصطلاح الفقهاء اصطلاح المحدثين اصطلاح المتكلمين اصطلاح المفسرين اصطلاح اللغويين اصطلاح كل العلوم بقى وساعات تختلف كل علم عن حاجه بس العلم بقى قالوا له معنى عام ومعنى خاص العلم له معنى عام ومعنى خاص ايه المعنى العام؟ قالوا اللغه انه ادراك الشيء ادراك صوره الشيء في الذهن ده المعنى العام الادراك ده اللي ساعات يسموه علم علشان اللغه علشان خاطر اللغه ينقسم الى قسمين ارسم الخريطه في ذهنك الادراك ينقسم الى كام قسمين قسمين جازم وغير جازم جازم ده يعني ايه؟ يعني متاكد 100% وانت متاكد 100% ليه؟ قال لي شايفها بعيني لامسها بايدي أنا أنت الله شفت رؤية أنت دلوقتي ما كنتش معايا أنا هعمل لك إيه يعني أنا متأكد 100% مية مية. أنا جعان وأنت ب... أنت ما تعرفش إذا كنت أنا جعان ولا شبعان فبقول لك أنا جعان ده علم ضروري عندي أنا يمكن أنت ما تشعرش بيه ويمكن ما تصدقوش كمان لكن ده جازم بالنسبة لي انا وغير جازم غير الجازم يعني ما اناش متأكد مية في المية قد وقد شفته لا سافرت معاه لا داينتو قال يبقى ما عرفتوش انت بتقول ليه يعني مية في المية درجة ولا انت ما عملتش حاجة خالص يبقى الادراك اما ان يكون جازما او غير جازم ماشي كويس طيب الادراك الجازم ده قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع يا اما يكون مطابق للواقع يا اما يكون مخالف للواقع وهو ادراك جازم زي اعتقادات الناس واحد معتقد اعتقاد تام ان الوسن ده بينفع ويضر أهو ده مخالف للواقع، لكن هو جازم فيه 100% ده دينه كده ده من وجهة نظره من وجهة نظره هو إدراكه هيأ له كده آه هيأ له كده، والتاني بيقول لا إله إلا الله، أهو ده مطابق للواقع مطابق للواقع المطابق للواقع ده قد يكون نشأ عندي عن دليل وقد يكون نشأ عندي عن تقليد عن غير دليل اللي ناشئ عن الدليل ده اسمه العلم يبقى العلم هو ايه بقى؟ اللي انت السؤال الاولاني عشان ما انتهش العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل شفت ازاي بقى؟ اهو مرسومه اهي ايه هو العلم؟ العلم هو الادراك جازم ولا مش جازم الجازم مطابق ولا مش مطابق المطابق للواقع عن دليل ولا لا عن دليل الناشئ عن دليل وده تعريف العلم في الاصطلاح صحيح واخد بالك بعد كده افرض انه مش ناشئ عن دليل يبقى اسمه تقليد افرض انه مش مطابق يبقى اسمه اعتقاد فاسد افرض انه ما هوش جازم يبقى اما يكون راجح 55% ولا 45% ولا 50 و50 ال 50 و50 نسميه شك ال 55 نسميه ظن ال 45 نسميه وهم يبقوا ثلاثه هنا ادي الحكايه وراحوا راسمين المعرفيه دي تقسيم العلم الى جازم وغير جازم الادراك الى جازم وغير جازم والجازم منه مطابق وغير مطابق والمطابق منه ناشئ عن دليل ولا ويبقى هو ده العلم بالمصطلح الاخص أحيانا مولانا لما حضرتك بتفسر لي كل هذه المفاهيم او بتذكر علينا كل هذه المفاهيم الواحد بيتوقف يعني كيف كان يفكر الاولون لماذا اهتموا بالعلم كل هذا اللي تمام؟ لماذا افهموا حياتهم وماذا كان الهدف يعني لكي نصل اليوم لهذا التأسيس العقلي لكل مصطلح يقال أولا فهموا عن البشرية مرادهم لما كانوا يدخلوا الهند ولا الأندلس ولا أنطاكية ولا مصر ولا مدرسة الأسكندرية فهموا أنتوا بتقولوا ايه فهموا أنتوا بتقولوا ايه أدي ده أول حاجة ثانيا أحسنوا التعبير عرفوا يردوا عليهم يقولوا إيه ثالثا لم تأخذهم الفلسفات المختلفة والآراء المختلفة ما بقوش سذج لا ده تفكير عميق مستنير يعني توصل إلى الاستنارة يبقى إذن هذا هو الذي دفعهم إلى هذا التعمق والحاجات دي انت عارف كانوا بيدرسوها فين؟ لسه في ابتدائي. كل الكلام ده علشان بعد كده وانت بتفكر تفكر بادوات منضبطه فتبدع ابداعا حقيقيا فلا يكون عقل عقليتك عقليه هشه بل تكون عقليه علميه ناضجه منطقيه وهكذا. فتكون بذلك نافعا في المستوى السطحي والمستوى العميق والمستوى المستنير وتغير بذلك سلوكك فتنفع بذلك دينك وصورته في الأرض ولذلك انتشر الإسلام عن طريق التجار وعن طريق كذا إلى آخره ما مش بس بالدرس ده انتشر بالسلوك العملي كل يوم أدي ليه هم عملوا كده هم عملوا كده ابتغاء وجه الله وحتى يؤسس ان يقفوا باقدامهم على ارض صلبه يستطيعون بها الفهم والاداء نعم طيب اذا ما انتقلنا مولانا عبر الزمن للعصر الحالي لماذا مش عارف كنت حتى حركة تتفق معي او لا يعني قل انتاج المسلمين انتاج المسلمين علميا المنتوج العلمي للمسلمين اذا ما قرناه بالقرون الاولى فقد قل هل هذا طبيعي نتيجه لاختلاف الازمنه ولاشياء اصبحت معروفه فبالتالي آه ماذا يمكن ان يتم اكتشافه او الوصول الى انه قد سبقنا اليه الاولون هل هذا هو السبب فقط؟ لا 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 اطلاقا هذا لاحظه الصدمه لما حصلت مع المحتل الفرنسي وقد جاء يحتل بلادنا. حدثت هذه الصدمه للشيخ عبد الرحمن الجبرتي، حصلت هذه الصدمه للشيخ حسن العطار، حصلت هذه الصدمه للعلماء في هذا الوقت لما رأوا تنظيم الجيوش الفرنسويه مختلف عن هرجلت جيش المماليك. احنا ابن الرماح اول من عمل البارود لكن وجدوا ان تطور البندقيه تطور هائل بحيث ان هذا التطور جاوز الزمان. ادرك ده الشيخ حسن العطار وشافه وحسن وعبد الرحمن بن حسن وكانوا من كبار وكان حسن الجبرتي ابوه من كبار كبار علماء الرياضيات وكان الفرنسوي يجي يدرسوا عنده الرياضة العليا شافوا ده فحسن العطار لما جه كان شيخ أزهر وكان بدأ محمد علي يبعت الولاد في إيطاليا أولا ثم فرنسا ثانيا ابنه عبا حفيد وعباس بعتهم في ألمانيا بعد كده البعثات العلمية فحسن جاب رفاعة رفاعة ولد شاب نابه كويس قوي وحافظ حلو كويس ازهري قال له روح مع العيال دي تراقبهم في سلوكياتهم اذا كان ولد هيضل ولا هيروح يشرب خمره ولا هيمشي مع بنات ولا كذا لا انت ايه يعني شاب معاهم تمنعه من هذا ويبقى المرشد ده بس ده مش مي انا مش انا عايزك تهتم بحته ثانيه قال له ايه قال له عايزك تهتم الناس دي معاها مفتاح معاها سر الناس دي معاها سر تشوف لي ايه السر ده تدور عليه هم بقوا كده ازاي ليه بقوا كده ازاي وليه دي عملية معقدة للغاية بتسمى الآن في دراسات الحضارة بالحضارة المادية لا علاقة مع رأس المال ولا علاقة مع الاقتصاد ولا علاقة مع الدين ولا علاقة مع حياة الإنسان الحياة الحضارة المادية شوف لي الناس دي بقت في الحضارة المادية دي في حاجة هم معاهم وعايز اكتشفها مفتاح عامل زي المعادلة الرياضية لما تفك بيها الحكاية أنا عايز اكتشف ده قال له طيب قال له فوصف لي كل حاجه بيصحوا إمتى؟ بيناموا إمتى؟ بياكلوا إزاي؟ بيشربوا إزاي؟ بيمشوا إزاي؟ بيقولوا إيه؟ بي له حاضر وبقى يبعت له رسائل يصف فيها كل هذا. فلما بعت له الرسائل دي هو عنده صورة منها فراح مألف بيها كتاب الإبريز في تلخيص باريز هي عباره عن الرسائل اللي ارسلها رفاعه الطهطاوي الى شيخه حسن العطار. حسن العطار كان مدرك اننا لابد من ان ننهض وان نعمل مشروع لهذه النهضه. مشروع النهضه نتكلم عنه في حلقه خاصه كده نتكلم فيها عن عبد القادر البغدادي ونتكلم فيها عن الشيخ المرتضى الزبيدي، كل دول ماتوا قبل الحمله بكثير. في واحد بمئة سنة وواحد قبل الحملة بثمان سنوات مات حسن العطار ابتدى في الحوزة الأزهرية يحاول إرجاع النهضة دي واخد بالك لكن نابليون لما جه جاء بناء على إخباريات من الطلبة الفرنسوية إنه الحقوا في حاجة بتحصل في مصر والحاجة دي تأسست على اللغة العربية وعلى قضية التوثيق وعلى النظام الأخلاقي فالحق كده هيدخلوا في الحضارة المادية فكان نابليون يقتل خمسة كل يوم وده اللي ذكره في مذكراته وذكرته الست الدكتورة ليلى عنان في كتابها عن الحملة الفرنسية مترجمة من, من مذكراته إنه الراجل ده قتل خمسة وأشار إليها عبد الرحمن الجبرتي في نص السطر وكان ساري عسكر يقتل خمسة كل يوم. خمس علماء لمدة 365 يوم يبقى إحنا دخلنا في 1800 عالم كانوا هم دول ثمرة مرتضى الزبيدي، ثمرة مدرسة عبد القادر البغدادي لإحياء ما هنالك من أجل الدخول إلى الحضارة المادية، اتضربنا. <تكلم> ولذلك لما المفكرين اطلعوا على هذا ابتدوا يقولوا حاجات لغايه ما زهقنا منها يقول لك وسبب ذلك الاستعمار هم صادقين ده احنا بنقول شماعه بس يعني اه دلوقتي بقى آه من زهقنا طب آه خلاص والاستعمار خلص قاعدين ليه بتجتروا؟ لانه اصل احنا اتضربنا ضربه وحشه قوي اتضربنا بانه تصفي جسدنا بالقتل وقال نابليون في المذكرات انه يقتل خمسه كل يوم ولا يصلح معهم الا هذا، وقضى على النهضه الشرقيه الحقيقيه التي كانت تقوم على اسس للدخول الى الحضاره الماديه. بعد كده دخلنا في في عارف الواحد لما يتشنكل عادي يتشنكل عثرات <applause> <فجأة> متتاليه <applause> متتاليه بقى حرب محمد علي اللي ما كانش ليها داعي جنة بعد كده الانجليز واحتلونا جنة بعد كده الدخول في الصهاينة مع الصهاينة واحتلوا بلادنا في فلسطين جنة بعد كده الهزيمة النكراء في سنة 67 جنة بعد كده نفضل صوت يعلو فوق صوت المعركة وإحنا قاعدين نحرر أراضينا ونستقل بإرادتنا وهكذا يبقى إذن إحنا ادي 200 300 سنه 400 سنه واحنا قاعدين نجادل الجدليه السخيفه دي ولكن ان الاوان ان احنا نحط نقطه ونبدا من اول السطر معانا كل المعلومات التي يمكن بها ان نقوم مره اخرى الى الحضاره الماديه عن طريق التاسيس العقلي والعلمي في هذه البلاد وهؤلاء هؤلاء العباد أشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني على إنارتك لعقولنا بهذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا مولانا أهلا وسهلا شكرا بارك الله في حضرتك شكرا جزيلا وشكر موصول لحضراتكم نراكم غدا إن شاء الله إلى اللقاء